الخير، صباح الفل، صباح كل حاجة حلوة. يا رب ييسر كل عسير ويستجيب لكل دعوة حلوة من القلب، ويا رب يومنا يبقى مليان بالخير، وبإذن الله كل اللي نتمناه يا رب يتحقق على مدار ساعتين موضوعات، ويعني خلينا نقول حاجات كتيرة يا رب إن شاء الله تفيدكم وتحوز على رضاكم وعجبكم. معنا حاجات كتير، ولكن قبل ما نتكلم في أي حاجة، داليا صباح الفل. صباح الفرحة يا جيد، صباح الفل عليك يا رب، ويومك إن شاء الله مليان حاجات حلوة. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا، بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شتكم صدى البلد. إن شاء الله النهاردة يوم مليان أخبار حلوة وطاقة إيجابية، ودايما كده نبدأ يومنا وإحنا عندنا استعداد إن إحنا نفرح الناس، هيفرق معنا جدا. أوعوا تنسوا طبعا إن أنتوا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا اللي بتظهر قدام حضراتكم أسفل الشاشة، تقدروا تتواصلوا معنا وتقولوا لنا كل حاجة نفسكم فيها، أكيد هنحب إن إحنا نتابع كل كلامكم. احنا طبعا بقالنا يومين ثلاثة أربعة عايشين في حالة من ارتفاع في درجات الحرارة، واحنا حبينا بقى ان احنا يعني ناخد عمق شوية، ناخد الموضوع بشكل أعمق ونعرف ايه اللي بيحصل، انه الموضوع شاغل بال العالم كله، هو غاية في الأهمية، واعتقد كلنا حاسين بيه، هو المناخ والتغيرات المناخية الكتيرة اللي بتحدث فيه، وهو الأمر اللي يعني خلى جريدة كبيرة زي الجاردن البريطانية ان هي تقول على العالم الآن التكيف مع التغيرات المناخية أو القبول بالرحيل من هذا العالم. الجريدة قالت أنه عاصمة الضباب لندن أصبحت الآن على خط المواجهة في حالة الطوارئ المناخية، وأنه الطقس البريطاني المعتدل كان بالفعل من بقايا حقبة ماضية، كمان ده يعني طبقا للإعلان اللي صرح به المجموعة الاستشارية لأزمة المناخ بقيادة السير ديفيد كينج. تخيلوا كده لما يعني دولة كبيرة بحجم إنجلترا بتشعر بالمعاناة، فما بالنا احنا بقى بالدول الأخرى، الدول اللي هي بتعاني اقتصاديا وعندها مشاكل كتير. عايز أقول لك يا محمد كمان إن التقرير قال حاجة غريبة جدا، يمكن شوية تخلينا نقلق أكتر. قال إن حتى الدول الأغنى والأفضل مناخا وكمان البلدان الواعية للتغير اللي بيحصل ومستعدة لهذه التغيرات المناخية، بعد حجم المعاناة اللي احنا شفناه ده هيعاني العالم منها كتير جدا حتى الدول دي. التقرير برضو رصد عدد من الأمور اللي شهدتها القارة العجوز أوروبا، ومنها الانخفاض في نسبة الوفيات مع موجة الحر، وأجزاء كبيرة جدا من أوروبا شفنا فيها استجابات غير يعني محتملة، وشفنا كمان تغير كبير جدا، ولكن كان في كلام عن ان استعدادات كبيرة جدا محتملة لزيادة التكييفات والهواء ومراكز التبريد في الشوارع في نطاق أوسع، وتحسين الاتصالات العامة، وكمان حملات شرب المياه، وإعادة صياغة عناصر البيئة التحتية الحضرية زي الأسفلت والأسطح السوداء اللي بتزيد من خطورة وكمان بتحسس الناس بزيادة درجات الحرارة. خلينا كده بقى كمان نطمن أكتر من خلال الخبير البيئي اللي يطمننا أكتر عن موضوع التغيرات المناخية اللي شاغل الناس كله، وهو دكتور مجدي علام. صباح الفل يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الفل يا دكتور مجدي، خليني كده اطمن من حضرتك ونطمن كمان الناس ونعرف تعليق حضرتك على التقرير اللي كلمنا عنه خصوص الجارديانز البريطانيه. والحق طبعا اصبحت حقيقه تغير المناخ العالمي، يعني كان العلماء بيتوقعوا توقعات ان ارتفاع درجه الحراره يزيد على سطح الكره الارضيه درجه ونص مئويه في حلول 2025، لكن من الواضح انه يعني هذه المساله المناخ سبقنا إليها، وأنه يعني سجلت درجات الحرارة ارتفاع قياسي يوم الثلاثاء وبالأمس، وأنه يعني جنوب صحراء كاليفورنيا مثلا سجل أعلى درجة حرارة على مدار 100 سنة سابقة، ووصل ل 54.4 درجة مئوية، وده الحقيقة مؤشر خطير على أنه واضح إن العالم لن يتمكن من السيطرة على التغيرات المناخية. طيب. لأنه لا يستطيع السيطرة على حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي الغازات المسببة لظاهرة تسمى ظاهرة الصوبة الزجاجية. الصوبة الزجاجية دي كأن الكرة الأرضية أصبحت محاطة بطبقة من الزجاج بتسمح بدخول الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. الأشعة تحت الحمراء دي اللي مسؤولة عن التسخين الشديد لسطح الكرة الأرضية، ولا تسمح بخروجها مرة أخرى. طب ده اللي حصل في الكرة الأرضية، ده اللي تسببت فيه البشرية
بسبب إهمال حماية البيئة وعدم مراعاة العوامل البيئية، وإنه إحنا بنقول إن الوقود الأحفوري لازم يتحول إلى الطاقة الشمسية حتى تختفي هذه الظاهرة. هل يستطيع العالم السيطرة على هذه التغيرات؟ إذا يعني صدقت النوايا للدول الكبرى المسببة لتغير المناخ، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند والعشرين دولة الصناعية الكبرى، لو توقفوا عن هذا الحرق المستمر للبترول والمواد البترولية الكربونية، ممكن يبقى في أمل أنه يتحسن هذا الجو، لكن هذا شيء غير طبيعي ولم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية أنها تعرضت لهذا الارتفاع في درجة الحرارة. لكن نقدر نقول أنه يعني في ظل هذا الموضوع ليس طيب. أمننا غير التكيف. أستاذ مجدي، كنت عايز بس أسأل حضرتك سؤال، أن يعني تصريح زي اللي قالته بريطانيا وإنجلترا عن إنه إن هم في مشكلة وإن هم على خط المرمى، بالرغم إن هي يعني دولة متقدمة ومفروض إن هي ليها أهداف بتتماشى مع الأهداف المستدامة للأمم المتحدة، فإزاي الدول اللي هي المتقدمة دي مفروض إن هي سياستها وخططها التنموية مفروض بتراعي فكرة تحديات التغير المناخي، وبرغم من كده إن احنا بنسمع إن هم اللي بيشتكوا أول ناس؟ لا، طبعا انجلترا بالذات عندها مشكله، لان انجلترا او المملكه المتحده عباره عن جزيره في المحيط، فهم عندهم انزعاج من ذوبان الجليد اللي بدا واضحا ارتفاع مستوى سطح البحر والمحيط الاطلنطي، فبدات اجزاء من الجزر عندهم تختفي، فده عندهم مشكله خطيره بسبب ارتفاع درجه الحراره ذوبان الجليد، وده عامل مشكلة عالمية كبيرة يعني. لكن اللي تتأثر بيها كمرحلة أولى هي الدول الجزيرة زي اليابان وزي انجلترا وزي هاواي وزي كل الدول اللي عبارة عن جزر يعني. لكن عايز أقول إنه الأسبوع ده بالذات استثنائي، عشان برضو نبقى صادقين في يعني الأسبوع ده استثنائي، وارتفاع درجة الحرارة فيه نتيجة ظاهرتين التقوا في نفس الوقت، يعني ظاهرة جاية من جنوب من السودان موجة حارة، ومن شرق المتوسط والتقوا المرتفع مع المنخفض في نفس التوقيت، فسببت الارتفاع درجة الحرارة الكبيرة خصوصا في المنطقة العربية. لكن انجلترا منزعجة مش عشان درجة الحرارة بتاعت الأسبوع ده، منزعجة لأنها خايفة يحصل لها التغيرات المناخية اللي تسبب ذوبان الجليد، وهم شافوا في نفسهم أن هناك أجزاء من القطب الشمالي والجنوب انفصلت بالفعل ودابت، الجليد داب، وده موضوع خطير جدا طبعا. جدا أن هو يرفع مستوى سطح المية، وهم والمملكة المتحدة عبارة عن جزيرة فممكن تغرق، فعندهم انزعاج شديد، ودي لن تحلها دولة واحدة لأنه مفيش حدود في السماء، يعني الناس بتطلع انبعاثات لا انت عارف ده جاي من الصين ولا جاي من روسيا ولا جاي من امريكا، وهذه الانبعاثات قد تمر ل 300 يعني اكثر من 30,000 كيلو متر، يعني ممكن في اثناء حرب العراق التلوث اللي كان في حرق البترول في العراق وصل للفلبين، فما فيش حدود في المناخ تقدري تسيطري عليها. الحقيقه دكتور مجدي احنا لازم حضرتك تكون موجود معانا باذن الله قريب جدا في صباح البلد، نتكلم اكتر عن التغيرات المناخيه مش مجرد مكالمه تليفونيه. بشكر حضرتك جدا دكتور مجدي علام. يعني التغيرات المناخيه دلوقتي شغله بال الناس كلها، والناس كلها حاسه ان العالم كله بيتغير مش بس عندنا في مصر. يمكن احنا عندنا درجات حراره مش متعودين عليها، بس على الاقل وضعنا لحد دلوقتي امان، فاتمنى يا رب تعدي الفتره دي على خير. هو تحدي العالم كله محتاج ان هو يعني يعيد النظر مره تانية في تقليل الانبعاثات والحاجات اللي بتسبب تغير المناخ وارتفاع في درجات الحراره، يعني حاولنا ان احنا نعالج الموضوع او ان احنا نتناول الموضوع علميا شويه نفهم ليه ده بيحصل حوالينا. خلونا كمان نروح لفقراتنا ايه النهارده، عندنا طبعا فقرات متنوعه ان شاء الله تحوز على رضاكم واعجابكم. في البدايه هنتكلم عن ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، ويكون معنا فيها النائب محمود فايز عضو مجلس الشيوخ. مع الاذن
فقرتنا الثانيه فقره مهمه جدا يا جايد. فقرتنا هنتكلم فيها عن موضوع مهم وهو المشروع القومي للبلازما. هيكون معانا الدكتوره امنيه عبد الحميد نائب مدير عام خدمات نقل الدم القوميه ومدير وحده المتابعه للمشروع القومي للبلازما. اما فقرتنا الاخيره هتكون زي ما احنا متعودين فقره طبيه، هنتكلم فيها النهارده عن تاخر الانجاب واهم النصايح للحفاظ على الصحه الانجابيه. هيكون ضيفنا فيها الاستاذ الدكتور محمود سليمان، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب القصر العيني واستشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجاري بمركز مصر للخصوبه. سؤال حلقتنا بقى النهارده، طبعا الكل يعني مسموح له متاح لي الاجابه لان هو متعلق بالرياضه والاولمبياد، فاحنا عايزين كده يعني حضراتكم تشاركونا بارائكم سواء من خلال مداخلات تليفونيه من خلال ارقام تليفوناتنا او من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سؤال حلقتنا النهارده، توقعاتك لمباراه كره اليد ما بين مصر والمانيا في اولمبياد طوكيو. محتاجين يعني نستحضر بقى كده الخبره الرياضيه، خبره الملاعب كده، ونتوقع نتائج حلوه ويا رب النتائج كلها تبقى في صالح منتخبنا المصري. يلا بينا نبدا اولى فقراتنا. خلينا بقى دلوقتي نطمن حضراتكم على حاله الطقس. بما اننا اتكلمنا عن التغيرات المناخيه فبالتاكيد النهارده نهارا هيكون مائل للحراره، وبالنسبه لليل ان شاء الله يكون الجو رطب ولطيف ليلا. خلينا بقى نبدا باولى درجات الحراره معانا مع القاهره. القاهره عندنا هتكون العظمى 40 والصغرى 27، الاسكندريه 35 26، الاسماعيليه 40 24، والدقهليه 40 26، الغردقه 38 29، والمنيا 41 25. وبالنسبه للعواصم العالميه خلينا نطمن كمان على درجات الحراره. هنبدا اولا عندنا بالرياض، العظمى 44 والصغرى 29، ابو ظبي 40 32، انقره 37 19، لندن 21 12، وواشنطن 27 19، وبكين 32 21. تعالوا كمان استعرض مع حضراتكم تحديث لاخر اسعار العملات والذهب، والبدايه باسعار العمله. والدولار الامريكي اللي سجل شراء 15 جنيه 63 قرش والبيع 15 جنيه 73 قرش. اليورو سجل 18 جنيه 53 قرش والبيع 18 جنيه 71 قرش. الجنيه الاسترليني 21 جنيه 70 قرش والبيع 21 جنيه 91 قرش. الريال السعودي سجل 4 جنيه 16 قرش والبيع 4 جنيه 19 قرش. والدينار الكويتي سجل 49 جنيه و37 قرش للشراء والبيع 52 جنيه و36 قرش. اما اسعار الذهب فعيار 18 سجل 680 جنيه واستقر عيار 21 عند 793 جنيه، عيار 24 وصل ل 906 جنيهات، والجنيه الذهب تقدر تشتريه ب 6344 جنيه. خلينا بقى دلوقتي كده جاد نطمنهم كمان على الحالة المرورية قبل ما يبدأوا يتحركوا مع من خلال زميلنا مصطفى الشيمي. صباح الفل يا مصطفى. الأعزاء اللي منورين دايما الاستوديو جاد وداليا، وصباح الفل على كل الشعب المصري. زي طبعا ما تفضلت ومشكورين وذكرتوا، احنا هنا في مدينة الشيخ زايد بالتحديد على امتداد محور 26 يوليو. الحقيقة عايز اطمنكم واطمن السادة المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي، لحد دلوقتي الحالة المرورية بتشهد سيولة تامة، في سواء في الاتجاه اللي جاي من المهندسين والمحور في اتجاه الشيخ زايد واكتوبر، او الاتجاه الثاني اللي رايح من الشيخ زايد واكتوبر في اتجاه المحور واتجاه طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وصل الدهشور ايضا، وكوبري تحيا مصر بيشهدوا سيوله مروريه. يمكن الصبح زي كده ايه ما نبقى حابين ان احنا ناخد جوله، سواء نخطف نفسنا كده لاكتوبر سريعا او لطريق الواحات. طريق الواحات برضو المتجه ل الدائري بيشهد سيوله مروريه باستثناء المنطقه اللي هي بتتم فيها اعمال تطوير لمنازل ومطالع الدائري.
لكن عدا ذلك الحقيقة السيولة المرورية هي المتصدرة حتى الآن في المشهد في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. ولكن طبعا زي ما كنتم متفضلين وبتقولوا درجات الحرارة يعني عالية جدا، فبس بنحب نقول للناس يعني نخلي بالنا اللي نازل هيركب عربيته يطمن الأول على المية، منسوب المية دايما عينه على مؤشر الحرارة، ده مهم جدا حفاظا على سلامته وسلامة طبعا عربيته. ربنا يا رب يحفظ الجميع. دي بس كانت إرشادات سريعة كده، ودي كانت تغطيتنا النهاردة للحالة المرورية هنا في مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو. أكيد هنفضل مكملين مع حضراتكم دايما كل يوم تغطيتنا من أماكن مختلفة في مصر. تفضلوا عودة مرة تانية للاستوديو لزملائي الأعزاء في الاستوديو. شكرا ليك يا مصطفى، شكرا ليك. باين عليك الجو حر جدا، يعني يا رب كده توصلوا بسلامة وأمان. الشمس باين إنها قوية. بالظبط. تعالوا كمان ناخد جولة مفصلة عن حالة المرور، وهل في كثافات مرورية في مناطق أخرى في أنحاء الجمهورية، وده هيكون من خلال ضيفنا اللي منورنا في مداخلة تلفونية الأستاذ محمد صابر ومحرر الشؤون المرورية. أستاذ محمد صباح الفل. صباح الفل يا أستاذ محمد، صباح الخير يا أستاذ داليا، أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. احنا في البدايه طبعا يعني خدنا كده صوره مشرقه عن الوضع في تقريبا 6 اكتوبر والشيخ زايد وطريق الواحات، الحمد لله في سيوله مروريه. ماذا عن باقي المناطق اللي ربما تكون مزدحمه او فيها اختناق مروري او في بعض الاصلاحات او التعديلات؟ طبعا خلينا في البدايه زي ما حضرتك تفضلتوا، زي ما حضرتك تفضلتوا مشكورين ونويتوا عن الحركه المريه واستعراضا للحركه المريه لزميلنا العزيز الشيمي عن مدينه 6 اكتوبر، واستكمالا لمحاور الجيزه اللي هنبدا بيها النهارده، اللي ما زالت حتى الان المحاور الداخليه فيها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. عدد محاور وهي من ابرزها بتقابلنا بعض الاحجام عند شارع السودان امام محطه مترو الجامعه اللي نازل من اعلى كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي، عشان كده في هذا التوقيت بيفضل سلوك محور مراد، شارع مراد او شارع الجامعه. كذلك ايضا بعض الشيء اللي ظهر معانا النهارده في شارع التحرير القادم من مقار ومتجه الى مناطق ميدان الجلاء. اما بالنسبه للطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى، ما زالت حتى الان جميع محاورها بتعمل بشكل مرضي عدا مناطق الاعمال، وهي اعلى مناطق المنيب واعلى مناطق الكنيسه واعلى مناطق الاوتوستراد. كذلك بعض الشيء اللي ظهر معانا فقط لغير اعلى منطقه الخصوص المتجه لمناطق نفق السلام محور 26 يوليو، بتقابلنا الاحجام اللي بتنحصر في النهارده اعلى منطقه ناحيه اللي جايه من اكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان. في هذا التوقيت بيفضل سلوك محور رود الفرج افضل حالا. من محافظه القاهره اللي بتنحصر فيها بعض الاحجام النهارده وخاصه اعلى كوبري اكتوبر اللي خارج من محافظه الجيزه ووزاره الزراعه والبطل احمد عبد العزيز ومتجه اعلى كوبري اكتوبر ومتجه لوسط المدينه عن طريق كوبري اكتوبر وشرق القاهره، هتقابلنا بعض الاحجام اعلى منطقه النيل، وبيتم تصفيه الكثافات من قبل الاداره العامه لمرور القاهره. عشان كده ممكن نستخدم النهارده كوبري الجلاء، كوبري الجامعه، كوبري عباس، كوبري الساحل، كوبري 15 مايو لنقل الحركه المروريه اللي خارج من الجيزه متجه الى القاهره. بعض الشيء ايضا اعلى كوبري اكتوبر عند منطقه الوسطى المعلقه اللي خارج من مناطق القاهرة متجه لوسط المدينة، عشان كده ممكن نستخدم نفق الأزهر أو نطلع كوبري أكتوبر من غمرة على كوبري الحدايق اللي جاي من سكة الويلي والزاوية الحمراء الآن ومتجه لمناطق الفنجاري ومدينة نصر. بعض الشيء ممكن نستخدم المسطح الأرضي النهاردة شارع مصر والسودان اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. في البداية طبعا زي ما حركتوا نوهتوا عن الأعمال، والنهاردة برضو حابين ننوه للسادة المشاهدين عن الأعمال في محافظة القاهرة، وهو عندنا إنشاء كوبري سيارات أعلى محور عدلي منصور وتحديدا في محور جسر السويس، عشان كده في تحويله مروريه اللي جاي من مناطق الالف مسكن ويكمل جسر السويس ورايح موقف العاشر وطريق الاسماعيليه، بندخل يمينا من عند منطقه الجراج شارع 6 اكتوبر ونطلع من شارع 6 اكتوبر لشوزيف تيتو، بنطلع كوبري الحرفيين وبنكمل رحلتنا. اما اللي جاي من موقف العاشر وجاي من شارع جمال عبد الناصر والحرفيين ورايح على مناطق الالف مسكن عن طريق جسر السويس، هيفضل هننزل من تحت الكوبري الحرفيين وبنكمل لمحور شوزيف تيتو، وبنخرج من محور شوزيف تيتو على محور طه حسين، ده اللي بينقل الحركه المريه لمناطق الالف مسكن وشارع عبد الحميد بدوي ومناطق مصر الجديده. عدا ذلك الحركه المريه تعتبر مرضيه تماما على كافه محاور الجمهوريه عدا المحاور اللي ذكرناها للساده المشاهدين الكرام.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد صابر محرر الشؤون المريه، ويا رب دايما السلامه لكل المواطنين وفي التأني السلامه لكل قائدي السيارات في اي مكان في انحاء الجمهوريه ان شاء الله. عندنا طبعا جوله حول العالم بنحاول ان احنا ناخد فيها كده بعض المقتطفات. عندنا النهارده مهرجان الشمس في بيرو، وكمان هنشوف مسابقه تناول النقانق في نيويورك وغيرها من الفيديوهات في جولتنا حول العالم. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الموضوعات، المقالات والرأي أيضا سواء من الصحف القومية أو المواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة سيادة النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ. سيادة النائب صباح الخير، منورنا. بنورك يا فندم. هبدأ بأخبار أول أخبارنا بتصريحات مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأمس أثناء استقباله وفد المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، واللي بتنظمه حاليا دار الإفتاء المصرية تحت عنوان مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لتنقية الخطاب الديني مما علق به من أفكار مغلوطة، وهي مهمة أساسية تحتم تكامل جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، وذلك من أجل التصدي للرؤى المشوشة التي تمس ثوابت العقيدة وتدعو إلى استغلال الدين لأهداف سياسية من خلال أعمال التطرف والإرهاب. سيادة النائب، يعني خليني أقف عند تصريحات السيد الرئيس، لأنه أنا أتذكر السيد الرئيس وجه تحذير كان أعتقد في 2014 كان بمناسبة الاحتفال بمولد النبي، وقال تجديد الخطاب الديني، واليوم الرئيس يطالب بتنقية الخطاب الديني. أهمية مثل هذا المؤتمر ودعوة الرئيس ليس فقط إلى التجديد ولكن إلى تنقية من الأفكار المشوشة واللي هي بالتأكيد بتؤثر بشكل أو بآخر على قطاع كبير من الشباب. هو في البداية خلينا نقول أن المبادرة بتاعت المؤتمر العالمي للإفتاء كانت مبادرة مصرية سنة 2016 تزامنت زي ما حضرتك قلتي مع دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني في 2014. التطور ده كان مهم قوي ان احنا نعمل خطوات ممنهجه لتوحيد نظام الفتوى، وده يمكن احد توصيات هيبقى المؤتمر السادس، لكن كان محتاج خطوات كتيره جدا، لان زي ما حضرتك عارفه توحيد الفتوى ايوه يعني ما بين الدول الاسلاميه كلها. ده كان مطلب مهم جدا، والخطوات اللي اتخذت طول الست سنين اللي فاتت يمكن هتبقى اول سنه السنه دي ان شاء الله هيطلع توصيه من المؤتمر السادس بان العمل على توحيد نظام الفتوى في العالم، لان من احد المشاكل الكبيره جدا ان ممكن يطلع فتوى في مصر تختلف معها السعوديه، تختلف معها دوله اسلاميه تانية، تختلف يعني اختلاف الفتوى ده كان بيسبب تشتت اصلا للمسلمين، وممكن تلاقي حد مش عايز يعني يلتزم معاه. الفتوى هي نوع من انواع الاجتهاد، خلينا نتفق ان هي نوع من انواع الاجتهاد. تجديد الخطاب الديني ما كانش كان ساعتها الصيغه بتاعته مش مستساغه قوي للراي العام سواء الداخلي او العالمي، عشان كده كانت مصر حريصة على عمل المؤتمر العالمي للإفتاء. وفعلا من 2015 بدأ يتطور الأمر وبدأ يحصل تجاوب. النهاردة كمان بنتكلم على تطور آخر وهو رقمنة الإفتاء، وهي أحد أهداف هذا المؤتمر، لأن بعد كورونا في 2020 اتغير المفهوم العالمي في كل حاجة، الشكل بتاع التواصل بين البشر اختلف، فأصبحت الرقمنة هيبقى لها دور كبير جدا. هنا تدخل التطور، دخلت التكنولوجيا، أصبح فعلا هناك نظرة مهمة إن احنا نقول طب ما احنا كمان محتاجين للتجديد. التجديد ما بقاش حاجة نخاف منها، بل بالعكس لازم نتواكب مع التطور، العالم بيتغير. مراحل الإفتاء من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة إلى الخلفاء الراشدين إلى مراحل التطور المختلفة كانت كمان بتتغير.
المواكبة مع العصر الحديث ومع التكنولوجيا الرقمية، التوحيد أو يعني التقارب في الإفتاء هيقرب المفاهيم العالمية الإسلامية، هيخلي العالم كمان يبص لنا إن إحنا مجتمع إسلامي موحد أو متقارب، مش مختلف مع بعضه في أنواع الإفتاء بتاعك. في الآخر هنوصل لإيه؟ هنوصل للاعتدال والوسطية. في الآخر هنمنع التطرف منعا باتا، لأن التطرف بيدخل لنا منين؟ من الاختلاف. يعني أحد دخول التطرف تبقى ثغرة بالظبط، أحد الثغرات هتكون الاختلاف، يقول لك آه ده السعودية قالت كذا ومصر قالت كذا ودولة الإسلامية قالت كذا ودولة إسلامية قالت كذا. لا، ده احنا النهاردة لما يبقى فيه مفاهيم موحدة، لما يبقى فيه مؤتمر عالمي وبتحضره أكتر من 53 دولة إسلامية وبتتناقش مع بعض، بتتكلم مع بعض في إزاي نحط الأسس الخاصة بالإفتاء. الإفتاء مهم جدا ومصيري وحيوي جدا للبشر، لان الفتوى اللي بتطلع حضرتك عارفة المجتمعات الدينية او الاسلامية تحديدا بتتبع جدا المفتي، هو اللي يقولك هنستنى المفتي يقول ايه. فلما تطلع الفتوى وتطلع متوازنة وتطلع مواكبة للعصر الحديث وتطلع معتدلة ومطابقة للشعائر الاسلامية وللمفاهيم الاسلامية الصحيحة، هينتهي الأمر، لأن إحنا عندنا مجتمع ناضج وسليم وصحي من ناحية الفتوى. طبعا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا بقالنا 7 سنين في المشوار، بس الحمد لله المؤتمر حتى السنة دي انطباعه مختلف، إن فعلا في زي بتقول حضرتك مش تغير، تفاهم كبير جدا. يعني في تفاهم كبير جدا، يبقى تغير وتغير طبعا هو تغير، لان طالما تفهمنا يبقى تغيرنا بالظبط. يعني في تفاهم كبير جدا وفي ميل كبير جدا ناحيه التوافق ان شاء الله ان شاء الله. طب عايزه انتقل لخبر اخر، خبر مبشر الصراحه. الخبر بيقول ان وزاره الصناعه والتجاره اعلنت ان صادرات قطاع الصناعات الغذائيه بلغت خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري نحو 2 مليار و35 مليون دولار، مقارنه بنحو 1 مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14%. أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم في خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أهمية معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي في تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الأفريقية. الخبر ده يعني أسعدني، خاصة لما احنا بنقول زيادة 14% عن العام الماضي في ظل جائحة كورونا. صحيح. يعني احنا بنتكلم في ظل جائحة كورونا، خاصة لو احنا بنتكلم أيضا على التصنيع الغذائي، احنا كانت في حاجات كتيرة بتتهم فيها الصناعات الغذائية المصرية وبيرفضوا الرسالة وبيرفضوا ده، لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما بالنسبة للخارج. شايف حضرتك يعني الأرقام اللي احنا قلناها، وخاصة ان خليني اقول في كمان عندي رقم مهم جدا، ان الحكومة بتساند ب 28 جنيه للقطاع الصناعي. صحيح. يعني مليار، عفوا 28 مليار، انا اسفه في فرق كبير يعني قطاع التصدير. لقطاع التصدير تمام. خلينا نقول ان احنا عشان نوصل المرحله دي كان في خطوات مهمه لازم تتعمل. اولا في تشريعات وقوانين اتغيرت او اتعدلت، لانها كانت بقالها عشرات السنين، كان في قوانين من التسعينات وقوانين من الالفينات، يمكن في برلمان 2015 والبرلمان الحالي، تشريعات طفره كبيره جدا من اول قوانين الاستثمار لقوانين التصدير للتسهيل في التصدير. ده رقم واحد. رقم اتنين، من اهم العوامل الرئيسيه لهذه الزياده هو اهتمام مصر الكامل بسلامه تصنيع الغذاء، لان احد المعايير المهمه زي ما حضرتك اشرتي بالظبط كانت تترفض الرساله، لا هنا يقولوا المنفع، لا يقولوا حصل كذا، فكان لازم يبقى فيه اهتمام كبير جدا جوه مصر من اللي بيتقال عليه الكواليتي كنترول، مراقبه الجوده. مصر اهتمت جدا في الفتره الاخيره بالكواليتي كنترول، اهتمت جدا ان ما يطلعش منتج من عندها الى التصدير لاي دوله في العالم الا ما يكون مراقب مراقبه جيده جدا. هنا السمعه العالميه بدات تتغير، عندنا دول افريقيه كبيره جدا فتحت أسواقها النهاردة لتصدير المنتج المصري. المؤتمرات كمان بتعمل دور مهم جدا. ليه؟ بتخلي اسم مصر على طول موجود،
عندنا مؤتمر للتصنيع افريقيا للتصنيع الغذائي، عندنا مؤتمر خاص بالتصدير، عندنا المؤتمرات دي بنقدر ان احنا نقدر نعرض المنتجات بتاعتنا. الناحية التانية كمان المهمة جدا هو التصدير لدول اوروبا وامريكا ودول الخليج العربي. المعايير والمقاييس الدولية في سلامة تصنيع الغذاء معايير شديدة جدا، فإن مصر تحوز على الثقة وإن هي يزيد التصدير بتاعها، فده اعتراف كامل أن المنتج المصري أصبح حاليا مواكب لكل المعايير والمقاييس الدولية. كمان الدولة عملت حاجة مهمة جدا إن هي اهتمت بتسهيل إجراءات التصدير، واهتمت ان هي تسهيل كل الاجراءات وكل المعوقات اللي امام المصدرين. لان في الاول وفي الاخر خلينا نتفق، احنا دولة النهاردة الناتج القومي بتاعها من اهم العوامل بتاعته هو التصدير، والتصدير ده كمان بيعتمد على صناعات. اذا انا لما بوفر الصناعات ديت انا وفرت عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة، اذا انا قللت بطالة، واذا انا عملت خليت مصر كمان بؤرة او نقطة ارتكاز للتصدير لدول العالم. فحققت كل المعدلات بتاعتي، حققت التسهيلات اللي بتتعمل النهاردة في المنطقة مثلا الاقتصادية في قناة السويس، في المناطق الحرة للناس المصنعين، كمية الخدمات اللي بتتعمل لهم، الطرق ووسائل النقل. النهاردة المصنع بيبقى اللي شغله ايه؟ القوانين، هنقل المادة بتاعتي ازاي؟ بمناسبة القوانين، معلش، أنا من يومين تقريبا قريت تصريح لوزير المالية دكتور محمد معيط، في قال في التصريح ده ضغط للجدول الزمني لميكانة الجمارك لخفض تكلفة الاستيراد والتصدير. طبعا موضوع ميكانة الجمارك دي، وده طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بيها جدا وبتابعها بشكل كبير. أنا كده كمان يعني بالنسبة للتصدير حتى لو الاستيراد، انا غيرت من مفهوم التصدير تماما من تكلفه، هي حتى التكلفه هي دي النقطه الثالثه بقى اللي كنا هنتكلم عليها. الميكنه والذكاء الاصطناعي. العالم النهارده كله خلاص بقى بيتكلم، الاول كنا بنتكلم في نظام الشباك الواحد، وبعدين بيتطور الامر النهارده بان انا ابلكيشن على الموبايل قادر ان انا اتحكم في الشركات بتاعتي، قادر ان انا اتحكم في المصاريف، في التعامل مع الحكومه. زي ما قلنا الميكنه ليها دور مهم جدا ان احنا بنقلل الفساد، بنقلل التعامل البشري، بنقلل بنسرع الاجراءات، بنخلي النهارده المستثمر من اي حته في العالم قادر ان هو يتحكم. البضائع مكدسه بالكراتين والبضائع، وعبال ما تاخد دورها وتروح، ولا حتى الموانئ يعني. خلينا فاكرين ان لغايه وقت قريب اصل في ورقه لازم تتعمل من وزاره الصناعه، ورقه من هيئه الاستثمار، ورقه من الحمايه المدنيه. يعني عارفه حضرتك كان المستثمر بيلف لفه كبيره قوي علشان خاطر يقدر يخرج بضاعته من الدائره الجمركيه. ولو غذاء بقى كمان، لو انت بتتكلم على غذاء مشكلة بقى كبيرة. يعني مشكلة بتبقى ده مشكلة. لا انا عايزه برضو اشير لهيئه في غايه الاهميه، وهي هيئه سلامه الغذاء. صحيح. لان كان ليها دور كبير جدا في تحسين المنتج المصري. صحيح. يعني خليني صحيح. اقول بقى في حرص على ان المنتج نفسه يبقى له شكل مختلف تماما. صحيح. ده ما كانش موجود في مصر على فكره قبل كده. هو كان موجود، ولكن كان مش بالمعايير الدوليه اللي محتاجها العالم في الوقت الحالي. هي سلامه الغذاء طول عمرها موجوده، بس زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه، احنا كنا دايما نشوف رفض للسلعه او رجوعها مره تانية والشحنه وقفت، ودي خسائر فادحه. زي ما بقول لحضرتك، مراقبه الجوده والكواليتي كنترول كان احد الادوار الرئيسيه لهيئه سلامه الغذاء. التعليب والتغليف بالطرق العالميه، المواد المستخدمه، بقى فيه اهتمام بكل حاجه لان بقى فيه مراقبه على كل حاجه. فاصبح النهارده حضرتك ده بقى ليه عائد تاني، ان احنا شايفين تطور وان احنا شايفين تقدم. الحكومه عملت اللي عليها، المستثمر عمل اللي عليه، الدولاب كله اكتمل، فشوفنا التطور اللي احنا فيه دلوقتي. ان شاء الله اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عايز انتقل لموضوع اخر برضو اقتصادي. يعني كانت تصريحات لوزير قطاع الاعمال هشام توفيق اللي قال فيه ان الشركة المصرية للملاحة كان من المفترض ان تغلق منذ 9 سنوات، مشيرا الى انه لدينا 5 شركات لنقل البضائع اعطيناها لاتحاد العاملين في اواخر التسعينيات، والشركة القابضة ظلت تضخ اموالا لهم، واضحا ان مديونية الشركات الخمس لنقل البضائع وصلت على مدار 21 سنة فوق
1.2 مليار جنيه. وأضاف أنه تم إعادة دمج الشركات الخمس لنقل البضائع ونضخ استثمارات ليعودوا للعمل. إذا قمت بضخ أموال في شركات خاسرة أكون مجرما وأحاكم على إهدار المال العام. كما أن الاسم الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد أصبح جسور. خليني أسأل حضرتك، إحنا عندنا شركات خاسرة صحيح، ويعني خليني أقول برضو أن وزير قطاع الأعمال الأستاذ هشام توفيق لما قال أن أنا لو ضخيت أموال في شركات خاسرة أصبح أكون مجرما، فرأي حضرتك إيه في سياسة التعامل مع الشركات الخاسرة؟ خلينا نتفق أن قانون قطاع الأعمال 203 يعني منذ إصداره سنة 91 يعني كان ليه أهداف، وكانت أهداف على فكرة عظيمة جدا وأهداف في صالح الاقتصاد المصري بطريقة كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت هي ما تحققتش في جزء كبير جدا من الشركات. ممكن بس قبل ما نكمل كلامنا عندي خبر عاجل. اتفضل. والخبر العاجل ده يعني خليني أقول إحنا لسه كنا بنتكلم على إيه، والخبر جاء مواكبا للي إحنا كنا بنتكلم عليه. الخبر العاجل، السيد بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بيقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، فضلا عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا. عاجل مرة أخرى، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، فضلا عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا. يعني هو طبعا يعني المدينة الصناعية ديت بيتم إنشائها والشغل عليها بقى لأكتر من سنتين، وحضرتك عارفة كما عهدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيعلنش عن الحاجة إلا لما بتنتهي. احنا لسه كنا بنتكلم على بنتكلم على يعني صناعات الغذائية وبنتكلم ونجاح التصدير، فلما تبقى مدينة سايلو فودز والرئيس راح يفتتحها أكيد دي نقلة مختلفة تماما عن هذه الصناعة المهمة. المدينة دي حضرتك هتشوفها مطابقة لكل المعايير التكنولوجية الحديثة، لكل معايير الرقمنة. العامل البشري فيها هتلاقيه ليه دور فني متخصص جدا، ولكنه ليس بالشكل القديم المتداول اللي كنا بنشوفه. يمكن أنا ذكرت حاجة حضرتك هتسمعيها كتير الفترة اللي جاية، وهو مراقبة الجودة أو الكواليتي كنترول، هتلاقيه موجود في المدينة دي على أعلى مستوى. هيئة سلامة الغذاء على فكرة كانت حاطة المعايير بتاعتها اللي المدينة دي برضو بتشتغل فيها. شوفي حضرتك احنا بنتكلم على طفرة حصلت من قبل ما المدينة دي تشتغل. التقرير اللي عندنا ده بيقول الست شهور اللي فاتوا، حضرتك هتتفرجي على الست شهور اللي في اخر 2021 هتلاقي الشكل اكثر اختلافا واكثر تطورا، وهو يعني الحاجات كلها بتبقى جايه مع بعضها في نفس الوقت. انا بس عايز اقول للساده المشاهدين ان الرئيس النهارده الافتتاحات اللي ان شاء الله هنتابعها ان هو مش رايح يفتح مصنع، مدينه. صحيح. يعني مش مصنع، ده مدينه متكامله لصناعات غذائيه. ارجع بقى للموضوع اللي بيوجعني شويه، الشركات الخاسره وتصريحات وزير قطاع الاعمال السيد هشام توفيق. شايف التعامل مع الشركات الخاسره ايه؟ يعني ما هي برضو دي مشكله. ما هو خلينا نبسط على الناس الموضوع، لان الناس فاهمه ان الوزير هشام توفيق او الحكومه يعني اللي هو خدت واحد زائد واحد يساوي اتنين قررت تقفل الشركات. لا، الموضوع مش كده خالص. ببساطه شديده ان احنا قانون 203 من يعني منذ اصداره سنه 91 القانون ده كان الهدف منه تحويل الشركات الحكوميه لقطاع اعمال. قطاع الاعمال الغرض الاساسي منه هو الاستثمار وضخ الاستثمارات، ويعني كان ساعتها حاجه طفره كبيره جدا. احنا اتفاجئنا ان البيروقراطيه ادت ان شركات قطاع الاعمال ينبثق منها ادارات جوه ادارات جوه ادارات غير المستهدف منه اطلاقا من قطاع الاعمال. وعلشان كده لقينا جزء كبير من الشركات بتخسر. بالمناسبة الشركات دي ليس الـ الـ النشاط بتاعها هو سبب الخسارة، لكن السبب هو سوء الإدارة. سوء الإدارة وتشعب الإداري. الوزير ليه تصريح مهم جدا لازم نركز معاه، يقول أنا شفت رؤساء قطاعات مش فاهم الوصف الوظيفي بتاعهم. يعني في رئيس قطاع، ورئيس قطاع ده كل العامل في الحكومه فاهم كويس ان تحتيه ادارات وتحتيه ادارات عامه وتحتيه عاملين، هيكل كامل ملوش وصف وظيفي محدد.
ده كان بيؤدي إلى خسائر. تمت مرحلة مهمة جدا وهي التعامل مع الشركات بأن هي إعادة هيكلتها وإعادة تدوير نشاطها وإعادة المحاولة ليها، لكن فعلا في أنشطة للشركات مع التطور الحديث والتطور التكنولوجي ما كانتش بتحقق كل ده. هل إعادة، معلش يعني اسمح لي، هل هي إعادة هيكلة إدارية ولا تطوير المصنع نفسه من معدات وأجهزة وإلى آخره؟ هل المصانع دي محتاجة إداريا ولا فنيا؟ هو للأسف الشديد وصلنا لمرحلة الاتنين مع بعض لعدم التطوير لسنوات طويلة. خل بال حضرتك، الإرث القديم هو السبب في كل مشاكلنا الحالية. يعني أنا من سنة مثلا 2000 لغاية النهاردة لما أكون طورت المصنع وجددت الماكينات بتاعته وتدربت العاملين وتدريب عاملين بالظبط يعني كده، محتاج كان حاجات هيحل لي جزء كبير من المشكلة. نعم. لزائد سوء الإدارة، لكن أنا للأسف ده كان مجمد وده كان مجمد. وصل لمرحلة أن أنا بقيت في 2021 الصناعة دي نفسها شكلها بالكامل اختلف. فأصبحت الشركة دي هتفضل خاسرة، وزي ما هو قال بالظبط هو الحقيقة أنه هو لو فضل يضخ فيها فلوس هي مش هتتحسن. فالحل الوحيد أن احنا نراعي العاملين، وده حق أصيل ما فيهوش أي هزار أو تهريب، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في مراعاة حقوق العاملين. لكن في نفس الوقت تغيير النشاط أو يعني تصفية الشركة هيخلينا نقدر نعمل شركة جديدة بشكل تاني مختلف مواكب للمعايير العالمية. فطبعا هي للأسف جراحة مؤلمة، بس في نفس الوقت هتبقى بأقل خسائر إن شاء الله. سيادة النائب محمود القطة عضو مجلس الشيوخ، أنا بشكرك شكرا جزيلا على قراءتك معانا النهاردة في الصحف، نورتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت فقرتنا الإخبارية. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع تقرير عن الأديب العالمي نجيب محفوظ، وبعده إن شاء الله هيكون في فصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خليني اقول لحضراتكم ان احنا معانا موضوع مهم جدا وهيفرق مش بس في حياه مواطن او اتنين، الشعب كله، يعني لانه متعلق بالصحه. محدش فينا يعني يقدر يستغنى عن الصحه وانه صحته تبقى كويسه واللي حواليه يبقوا كويسين. وخلينا نقول ان الدوله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهود عظيمه جدا في مجال الرعايه الصحيه للمواطنين، و خلينا نقول ان احنا شفنا صور الرعايه دي في نماذج مختلفه من المبادرات اللي كانت برعايه رئيس الجمهوريه زي 100 مليون صحه، نور حياه، وغيرها من المبادرات اللي شملت محافظات الجمهوريه، وكمان استفاد معظمها يعني بمعظمها من المصريين وغير المصريين المقيمين على ارض مصر. ومؤخرا وفي ظل جائحه كورونا واللي خلينا نقول اتسببت في توقف استيراد وتصنيع مشتقات البلازما، فكرت الدولة المصرية ان هي تحقق اكتفاء ذاتي وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر. الموضوع ده عشان يحصل محتاج مجهود كبير جدا، كان محتاج ان الدولة تفكر ازاي ان هي تستعين هنا بالمواطن انا وحضرتك، ازاي ان احنا هنساهم في ان احنا نشكل ثروة قومية من البلازما. اطلاق المشروع القومي للبلازما ده يعني خلينا نقول يعتبر من المشروعات المكملة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. وعلشان نتكلم اكتر ونفهم اهمية البلازما واهمية المشروع القومي ده، يكون موجود منورنا النهاردة الدكتورة أم عبد الحكيم، وهي نائب مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومدير وحدة المتابعة للمشروع القومي للبلازما. دكتورة أمنية منورانا النهاردة. صباح الخير. بنسمع عن البلازما والناس اعتقد خدت يعني جرعة مركزة عن البلازما يمكن في الأونة الأخيرة بسبب يعني انتشار جائحة فيروس كورونا. الناس ابتدت تفهم عن يعني عن تجلطات الدم وأهمية إنه لازم إن احنا يبقى البلازما دي متوفرة. بس احنا عايزين بقى بشكل علمي نوضح كده البلازما دي عبارة عن إيه في البداية. طيب، هي البلازما دي عبارة عن سائل أصفر شفاف موجود جوه جسمي بتجري فيه اللي هي أو بتسبح فيه يعني كرات الدم الحمراء وكرات البيضة والصفائح الدموية. هي فيها مكونات مهمة جدا، من أهمها مثلا البروتينات زي الألبومين، فيها عوامل تجلط وفيها الأجسام المضادة. يعني كل إنسان جسمه بيحتوي على نسبة من البلازما. تمام، هي يعني من حجم الدم بتمثل 55% منه، وهي عبارة عن يعني أغلبها 92% مية. هي أصلا أغلبها 92% من مية. طيب، أهمية البلازما في العلاج هي عبارة عن إيه؟ أنا كمواطن لو جيت اتبرعت بالبلازما، المريض بقى هيستفاد منها إزاي؟
هي كبلازما دلوقتي بتستخدم في علاج بعض الامراض زي مثلا امراض الكبد زي امراض الكلى زي اللي هو المرضى اللي عندهم النسف اللي هم الهيموفيليا ايه والهيموفيليا بي. طبعا مهم قوي دلوقتي بقى ان انا هستخرج المكونات دي، فلما استخرجها هتبقى بشكل مركز، هعملها دواء وهتبقى بشكل مركز ياخده المريض بدل ما بياخد كيس البلازما كله على بعضه وهو محتاج منه مكون واحد بس، فانا هستخرج له المكون ده بكونسنتريتد او مركز وهديهوله كدواء. طيب احنا قلنا حجم البلازما في الدم هي 55 او في جسم الانسان هي 55%، هي مالها هي مختلفه عن نسبه الدم اللي في الجسم، دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. طيب تجميع وتوزيع البلازما، يعني انتوا المشروع القومي يعني تم انطلاقه من 14 يوليو وكانت الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه كانت اول متبرع وان شاء الله مش يعني هي دي الانطلاقه يعني. انتوا حاسين ان انتوا امتى هتقدروا توصلوا لاكتفاء ذاتي من البلازما علشان تبتدوا يعني تبتدوا بقى يعني مرحله التصنيع؟ طيب اول حاجه بس كنت حابه اوضح ان احنا دلوقتي احنا مش هنوزع البلازما، يعني انا التبرع بالدم غير التبرع بالبلازما. التبرع بالبلازما المره دي انا المتبرع بيشرفني وطبعا بعمل له كل الاختبارات والفحوص لي، ولما يبقى ملائم ان انا ابرعه بنبتدي نتبرع. بنبتدي نتبرع ايه؟ بنتبرع بلازما فقط لا غير، يعني انا بستخرجها من الدم تمام وبرجع له الدم تاني. فانا البلازما دي باخدها مش بوزعها، انا باخدها بجمعها تمام، بعد كده بقوم باستخراج المشتقات اللي انا عايزاها واعمل منها ادويه. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله في خلال سنتين هيبقى المصنع موجود ويبقى فيه اكتفاء ذاتي بنصنع الادويه بتاعتنا هنا. طيب هنتكلم عن ازاي البنك البلازما اللي ان شاء الله هتقدروا ان انتم تحصلوا عليه او توجدوه، ازاي ده هيأثر في انخفاض اسعار الادويه؟ بس نتابع التقرير عن يعني اخر ما وصلته ليه كالمشروع القومي للبلازما ونكمل كلامنا. دكتورة أمنية، بعد ما تابعنا التقرير خدنا كده فكرة شوية عن مكونات البلازما، احنا عايزين نعرف مين من المواطنين اللي بينطبق عليه الشروط اللي انتوا حاطينها علشان تقدروا تستخرجوا منه البلازما. تمام، هو طبعا الشروط الموضوعة دي حسب المعايير العالمية. أول حاجة السن بيبقى من 18 ل 60 سنة، وبعد المتابعة بيشرفنا في استبيان هو بيملاه عبارة عن مجموعة من الأسئلة، بسأله هل أنت بتعاني من أمراض كذا، وبعدين بدخله بعد كده أوضة الكشف وابتدي بكشف عليه. أول حاجة طبعا بشوف نسبة الهيموجلوبين بتاعته، لازم نسبة الهيموجلوبين تبقى في الطبيعي بتاعنا، ما تبقاش أقل أو أكتر. وزنه بيبقى أكتر من 50 كيلو تمام، وما يبقاش فيه امراض مزمنه. يعني حتى لو فيه امراض مثلا زي امراض الضغط فهو بيبقى كنترولد او بياخد له علاج، فده اوكي مفيش مشكله. لو مريض عنده سكر بس الانسولين مش هينفع يتبرع، لكن لو بياخد اقراص عادي مفيش مشكله بينفع يتبرع. طيب العدد اللي او الفئه العمريه اللي حضرتك بتتكلمي فيها تقريبا تلتين الشعب تمام. يعني من 18 ل 60، فعندنا الحمد لله كده يعني نسبه لا باس بيها ان احنا نقدر ان احنا نحصل على البلازما بشكل كافي، ان هو تقدروا انتم تعملوا الثروه القوميه من البلازما. بعد ما توصلوا انتوا يعني بعد ما توصلوا للاكتفاء الذاتي، المرحله اللي بعد كده ايه؟ لان احنا كنا بنتكلم عن انه ده هيفرق معانا في تصنيع ادويه، لما يبقى معايا بلازما كتير في مصر
في البنك القومي او المشروع القومي هقدر اصنع ادويه. ده هيحصل ازاي؟ يعني انا اول حاجه طبعا هيعمل لنا اكتفاء زي ما بقول لحضرتك ان هيوفر لنا العمله الصعبه تمام، لان احنا حاليا دلوقتي بنستورد الشحنات دي صحيح. من بره صحيح. فاي ظروف بتحصل زي مثلا جائحه كورونا بتوقف الدنيا كلها فالمرضى في الاخر هم اللي بيتاثروا، فانا لما اعمل اكتفاء ذاتي عندنا هنا في مصر فهم مش هيتاثروا باي حاجه ثانيه بعد كده وياخدوا الدواء بتاعهم في الميعاد المحدد. طيب يبقى كده يعني المواطنين اللي هم مدروجين تحت مظله التامين الصحي الشامل ونفقة الدولة هو كده كده هيبقى متوفر لهم البلازما طبعا دي. متوفر لهم الادويه اللي احنا استخرجناها من البلازما بالظبط. يعني الفرق هنا بقى بعد المشروع، يعني هو حاليا انتوا بتعملوا ايه وبعد المشروع هيبقى بيحصل ايه فيما يخص يعني نقل البلازما للمواطن؟ احنا حاليا مهمتنا دلوقتي اهم حاجه هي تجميع البلازما، تجميع كميه كبيره جدا. انا محتاجه ان المتابرع يكون معايا موجود معايا بصفه مستمره، التبرع بيكون مره كل اسبوعين، بيجي المتبرع بعمل له فحوصات شامله كل مره بيجي لي فيها. يعني دي خدمه مجانيه اللي هيجي يتبرع بالبلازما هيحصل على فحص شامل كامل وهو موجود تمام، ومن ضمنها فحص الفيروسات فيروس بي والسي والايدز والزهري، كل مره ما بيجي لي فيه انا بعمل له الفحص ده، ولما بيبقى سالب ما فيهوش اي حاجه بيبتدي يتبرع معايا. طبعا محتاجه جدا ان المتبرع يبقى موجود بصفه مستمره معايا لان انا محتاجه كميه كبيره من البلازما تمام. فعشان يوفرها لي متوسط الكميه اللي انتوا بتسحبوها بتبقى قد ايه؟ حوالي 750 مللي، يعني ده الكميه اللي بنسحبها متوسط، ممكن لغايه اقل حاجه 250. طيب المكونات اللي انتوا بتستخرجوها من البلازما هتقدروا ان انتوا تعملوا بيها انويه ايه، وده يعني هيعالج ايه؟ من ضمن المكونات بتاعت البلازما زي ما قلت لحضرتك في مثلا عوامل التغلط، عوامل التغلط دي نوعين اللي هو فاكتور 8 وفاكتور 9. 8 بيعالج مرضى النسف اللي هم الهيموفيليا ايه، وفاكتور 9 بيعالج مرضى النسف برضه النوع الاخر اللي هو الهيموفيليا بي. والهيموفيليا دي مرض وراثي بيبقى موجود من ساعه ما البني ادم بيتولد، يعني هم عندهم المرض ده. بتبان ازاي؟ هو تلاقيه مثلا البيبي هو بيسحب ولا حاجه الركب مثلا المفاصل بتاعته حصل لها تورم، حصل فيها نزيف تمام، وبيستمر الموضوع ده معايا لغايه لما بيكبر. فعامل التغلط ده اللي انا بستخرجه من البلازما وبعمله له دواء مفيد جدا بالنسبه لي، لان المرض ده ممكن يسبب عائق حركي لي ما يعرفش حتى يشتغل ولا يعمل حاجه تمام. برضو من ضمن الادويه او الحاجات اللي بستخرجها وبعملها دواء من البلازما هي الالبومين، وده بيستخدم في علاج امراض الكبد تمام، الناس المرضى اللي هم عندهم استيس او الامراض الكبد وبعض الامراض الكلى برضو بيستخدم فيه، والحروق طبعا الالبومين برضو بيستخدم في امراض. في برضو الاجسام المضاده اللي هي بتساعد الجسم ان هو يدافع عن يقاوم الامراض اللي موجوده. هل البلازما ممكن تفيد بشكل او باخر التعامل مع مرضى او مصابي فيروس كورونا؟ استخدمها قبل كده بس ما بستخدمهاش، يعني انا ما استخرجتش الفيروس ده وعملت او البلازما كلها على بعض جواها، اللي انا خدتها من مين؟ خدتها من المتعافي من كورونا تمام. فاوريدي هو الاجسام المضاده موجوده جوه البلازما استخدمناها وكنا بننقلها لمرضى البلازما بس كبلازما كلها على بعض. انا سؤالي برضو هنا انه اللي كان مصاب بكورونا وتعافى ده برضو مدرج او منطبق عليه الشروط عادي ممكن يتبرع؟ ما فيش مشكله يتبرع عادي، بس هو استخدامها دلوقتي مش هتبقى للمتعافين. انا اوريدي عندنا الحمد لله البلازما بتاعت المتعافين ولو اي حد من مرضى كورونا دلوقتي محتاجها بياخدها ما فيش مشكله، يعني هي كانت موجوده في البروتوكول طيب. بتاع العلاج في نقطه كده صحيه انه اللي بيتبرع بالدم ممكن يكون ده بيأثر على معدل الهيموجلوبين اللي موجود في جسمه، هل اللي بيسحب البلازما يأثر على الهيموجلوبين؟ لا خالص، لان التبرع بالدم مختلف عن تبرع البلازما. حتى التبرع بالدم لو انا جيت واتبرعت كسيده فبتبرع كل 4 شهور والرجل كل 3 شهور. ليه كل 3 شهور؟ لاني ربنا سبحانه وتعالى عامل ان تجديد او تنشيط النخاع العظمي عشان يطلع خلايا بتاعه الدم بتبقى كل 3 شهور، فمتبرع بالدم بيجي لي مره كل 3 شهور، اما المتبرع بالبلازما فبيجي لي مره كل اسبوعين. كميه فقد الدم قليله جدا جدا، تكاد لا تذكر ان هو بيفقد دم، ما بيفقدش دم، فبالتالي نسبه الهيموجلوبين مش هتتاثر. يبقى حضرتك ذكرتي اللي بيتبرع بالدم النهارده مطالب ان هو او يعني لازم ان هو يستنى على الاقل 3 شهور عشان يجي يتبرع تاني. بالظبط. طيب بالنسبه لسحب البلازما، انا جيت اتبرعت النهارده ب 750 مللي او اللي هو اللتر الا ربع النهارده، اقدر اجي تاني مسموح لي امتى صحيا اجي تاني؟ كل اسبوعين. هي اصلا هي اصلا اوريدي يعني بتتجدد عندك كل 48 ساعه، يعني خلاص اللي بتعوضها كل 48 ساعه لان هي عباره عن سوائل
طيب هل في يعني حد عنده بلازما جودة ممتاز وحد عنده مثلا بلازما جودة جيد جدا وفي حد عنده مثلا نص نص، ولا هي الجودة واحدة؟ هي تقريبا الجوده واحده. انا كده كده كمان بعمل اختبار للبروتينات اللي موجوده في البلازما. تمام. كده كده قبل ما يعني انا بعد ما خدت الكيس بتاعي انا بشوف نسبه البروتينات اللي فيه قد ايه، بس هي واحده ما فيهاش حاجه. طيب انا مثلا انا متابع مع حضرتك اهوت واتشجعت عايزه اتبرع، انا هنا مثلا في القاهره او في الجيزه، اقرب مكان ليا فين والمراكز المختلفه متوزعه فين عشان الناس تبقى عارفه جغرافيا يقدروا يروحوا فين وازاي؟ حاليا هو موجود 6 مراكز، في منهم 3 في القاهره الكبرى، في العجوزه والعباسيه ودار السلام، وفي محافظات بقى في المنيا واسكندريه وطنطا. ان شاء الله باذن الله على اخر السنه دي هيبقوا 20 مركز ان شاء الله في المحافظات، متوزعين على المحافظات. طيب طريقة التواصل هي ازاي؟ انا بكلم انهي رقم؟ في الخط الساخن، في خط الساخن عندنا 15-335 بيتصلوا بيه وبنشرح لهم اي اسئله طبعا يتفضلوا بيها، مفيش مشكله بنرد عليها وبنوجههم للمكان اللي ينفع يتبرعوا فيه. اهداف المشروع القومي للبلازما هي يعني عايزين توصلوا لايه، وحاسين يعني انتوا حاطين فتره زمنيه لتحقيق الهدف ده ولا لا؟ طبعا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله في خلال سنتين يكون المصنع موجود وعملنا يبقى فيه اكتفاء ذاتي للبلد، ان شاء الله ما يحتاجش ان احنا نستورد اي حاجه. هل في بلاد يعني انتوا بتقارنوا نفسكم بيهم او بتقيسوا هتقيسوا معدل نجاحكم او شايفين ان انتوا عايزين توصلوا للمرحله اللي هم واصلين لها؟ هو احنا تقريبا احنا الوحيدين هنا دلوقتي في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط، وفي الشرق الاوسط تقريبا، وبس طبعا في بلاد بره بقى ان شاء الله يعني الاوروبيه فيها المشروع ده موجود. فهو الخطه او الهدف الاول هو التجميع وتوفير او الحصول على الاكتفاء الذاتي من البلازما علشان نقدر ان احنا نصنع الادويه اللي هتعالج اي حد في مصر موجود بقى تحت مظله التامين الصحي الشامل او يعني على نفقه الدوله. فبالتالي هنا الاستفاده، عايزين بقى برضو نوضح للساده المشاهدين، انا كمواطن يعني طيب البلازما انتوا وصلتوا لها ووفرتوها، ده هيساعدكم ازاي انتوا كدوله في ترشيد نفقاتكم؟ زي ما قلت حضرتك ان احنا العمله الصعبه دي خلاص هنوفرها بقى البلد، مش هستورد تاني، مش هتحط في موقف اني انا حصل مشكله ما ان انا استنى الشحنه بتاعتي قبل ما توصل او وقفت في الجمارك او حصل لها حاجه. هايل. في اهداف تانية غير ان انتوا عايزين تصنعوا يعني تصنيع الادويه وتوفير البلازما، يبقى خلاص احنا مش عايز استورد من بره، حابين ان انتوا تبقوا مركز لتصدير بعد البلازما بعد كده؟ طبعا دي لا، بعد ما يتم الاكتفاء الذاتي وشعبنا هنا يكون خلاص تمام نصدر بقى، مفيش مشكله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقه. الواحد اعتقد يعني انا عامه استفدت وفهمت اهميه البلازما، وكانت نقطه اعتقد مهمه انه صاحب البلازما ما بيأثرش خالص او بنسبه كبيره جدا على معدل الهيموجلوبين، عشان الناس ما تخافش تقول لك هتسحب بلازما فانا ازاي ياثر عليا او ياثر على صحتي. لا فكل خالص. دي يعني معلومات مغلوطه. لا خالص، وجميع الاجراءات الاحترازيه متاخده عندنا، بلس ان الجهاز اللي هنستخدمه هنفتحه قدام المتبرع، مفيش اي مشكله خالص، كل العمليه هتم قصاده، وكمان هياخد فحص شامل كامل مجانا كمان. اكيد كل مره ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره امنيه عبد الحكيم، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القوميه ومدير وحده المتابعه للمشروع القومي للبلازما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم. ده مشروع قومي تاني من ضمن مشروعات قوميه كتيره بنشوفها وبنسمع عنها، بس اعتقد مشروع البلازما محتاج مننا كلنا كمصريين ان احنا نتكاتف ونشارك. احنا هتشارك بالبلازما يبقى على طول كده اعرف ان انت يعني هتقدم خدمة لأهل بيتك، لجيرانك، لمنطقتك، لأنه كلنا بنعاني من أمراض مختلفة، فالبلازما أنت عملت كده خدمة لكل المصريين. فيا رب إن شاء الله تكون فقرتنا نالت رضاكم وعجبكم، ودايما تتابعوا معنا مزيد من الأخبار والموضوعات اللي تفيد حضراتكم دائما في برنامجكم صباح البلد. لكم مني كل التحية وإلى اللقاء.